المملكة المتحدة شن هجوم على أمة عربية، وكيف خافت تلك الأمة من أن يتم تهديد مواردها النفطية فقررت اتباع استراتيجية جديدة، ألا وهي تغيير نظام الحكم. وكيف تخطت بريطانيا عن عمد دور الأمم المتحدة، وكيف قام رئيس الوزراء البريطاني بدفع الأمة إلى خوض حرب باعتماده على معلومات سرية غير مؤكدة. ولكن هذه ليست العراق عام 2003. هذه هي مصر في العام 56، وهؤلاء هم المظليون البريطانيون الذين كانوا يحاربون بأمر من رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن. وقد قرر هذا الأخير خوض حرب للقضاء على رئيس مصر جمال عبد الناصر. أنا مقتنع تماما بأن الخطوة التي اتخذناها صحيحة. إنها حرب حول من سيحكم المجرى المائي المصري، قناة السويس وموارد النفط الحيوية التي تمر عبرها. السويس هي أزمة دفعت العالم إلى شفير كارثة نووية. في ذاك الوقت اعتقدت حقا أنها قد تكون الحرب العالمية الثالثة. في بريطانيا تعرف حرب السويس بحرب اعتمدت على كذبة اختلقها رئيس الوزراء، كذبة دمرت. الاستخبارات البريطانية كثفت جهودها. السويس هي قصة تروي كيف استطاع بلد عربي صغير وفقير أن يدافع عن نفسه أمام العالم الغربي ويربح في النهاية. من الطبيعي أن يدافعوا عن بلادهم. السادس والعشرون من شهر تموز عام 56، إنها أمسية حارة، فالرئيس المصري جمال عبد الناصر يستعد لإلقاء خطاب أمام شعبه. البلاد غارقة في حالة احتياج، فقبل 7 أيام فقط تلقى الرئيس الشاب ضربة مهينة من الغرب الذي قام بإفشال خطته الرئيسية لانتشال مصر من الفقر المدقع الذي ترتع فيه. الآن يجتمع نحو 200,000 شخص للاستماع إلى جواب رئيسهم. ولكن ما لا تعرفه هذه الجموع هو أن 30 شخصا موجودين على ضفاف قناة السويس ينتظرون كلمة السر، وهي اسم فرنسي يختبئ في مكان ما بين أسطر خطاب ناصر. عشان يحكمنا أداروا جهاز الراديو للاستماع إلى الخطاب، منتظرين سماع كلمة السر ديليسيبس. وقد أمرهم رئيسهم باقتحام مكاتب شركة قناة السويس حالما يسمعون بهذا الاسم، حيث أن صديقنا ميسيو فرديناند ديليسيبس. فيما راح المصريون يحتفلون، توجه عبد الناصر إلى مسرح لترويح نفسه قليلاً، وهو يجهل تماما أنه في مكان آخر من العالم وفي لندن بالتحديد قرر أنتوني إيدن قتله. مصر مهد الحضارات القديمة والبلد الأهم في العالم العربي من الناحية الاستراتيجية في الحقبة التي سبقت الحرب. بفضل هذا تنقل قناة السويس النفط إلى بلاد الغرب، ويمتلك الشركة التي تدير القناة مستعمرو مصر القدامى من البريطانيين والفرنسيين، ولكن الأوروبيين يتولون مهمة إدارتها. كنا نعتبر شركة قناة السويس بلدا في بلدنا ودولة في دولتنا. لم تكن مصر تحصل على شيء من $10 ملايين التي كانت تجنيها القناة سنويا، وقد أجج ذلك مشاعر الغيظ بين صفوف المصريين. تخيل شخصا غريبا في بلادك لا يعطيك أي شيء، يأخذ كل شيء ولا يعطيك أي شيء، هل هذا عدل؟ في شهر شباط فبراير عام 55 التقى رئيس مصر عبد الناصر رئيس الوزراء البريطاني إيدن لأول مرة، وقد تبادل الرجلان مشاعر البغض والكره منذ البداية. كان رأي الرئيس ناصر بأنتوني إيدن أنه أشبه بتشرشل صغير، ولكنه تشرشل يسعى لفرض وجهة النظر البريطانية من جانب آخر. بالنسبة إلى إيدن، بقيت مصر جزءا من البلاد الخاضعة لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط، ومع أنها حازت استقلالها عام 22 فإن ملوك مصر كانوا ينفذون دائما ما يأمرهم به رؤساء الوزراء البريطانيون. بقي إيدن يؤمن بأسطورة الإمبراطورية البريطانية، ولكن العالم كان قد تغير
ولم يدرك إيدن التغيير الذي طرأ على موازين القوى. اعتبر إيدن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، وقد تلقى هذا الأخير علومه في جامعتي إيتون وأكسفورد، وطلع بدور وزير الخارجية خلال الحرب، كما كان الخلف الذي اختاره وينستون تشرشل بنفسه ليخلفه. ولكن إيدن رأى في عبد الناصر زعيما عربيا من نوع آخر لم يعهده من قبل، فقد كان ناصر فردا من جيل جديد من المصريين المصممين على تأمين الاستقلال الحقيقي لبلادهم. الحرية، حق تقرير المصير، القضاء على الاستعمار، عدم الانحياز، التعايش السلمي الإيجابي. كان ناصر واحدا من مجموعة الضباط الذين أطاحوا الملك المستهتر فاروق عام 52، وبعد سنتين برهن ناصر لبريطانيا أن مصر لا يمكن أن تخضع لأوامر أحد، فقد اندلعت حرب عصابات في مصر أجبرت البريطانيين على إجلاء 88 ألف جندي من على أكبر قاعدة في العالم على ضفاف قناة السويس. في ذاك الوقت كان الشيء الأهم بالنسبة إلى المصريين الحصول على الحرية الحقيقية، وكان السبيل إلى ذلك جلاء الجيوش البريطانية عن الأراضي المصرية. تشكلت عمليات ضد القوات البريطانية رافقتها مفاوضات بين الطرفين، وحين كانت المفاوضات تسلك منحا إيجابيا كنا نخفف من حدة المقاومة، ولكن حين كانت البعثات البريطانية تتشبث بآرائها كنا نكثف مقاومتنا. في ربيع عام 56 تحررت مصر من احتلال القوات البريطانية لأراضيها، ومع نقطة التحول هذه من بلد يخضع للاستعمار إلى بلد حر ينعم بالسيادة، خرج ناصر بخطة طموحة لتغيير مجرى حياة شعبه. كانت مصر بلدا متخلفا، وكان نصف في المئة من الشعب المصري يملك نحو 75% من ثروة البلاد وأراضيها. كانت لدينا أدنى مستويات الحياة المطلوبة، وكان معظم المصريين يعيشون على الطرقات بأرجل عارية. قضت خطة ناصر ببناء سد كبير في أسوان يوفر الكهرباء وري الأراضي الزراعية، وقد كان هذا السد الأكبر في العالم، وقد أنقذ مصر من الفقر المدقع الذي كانت تتخبط فيه. زود مشروع السد العالي مصر بالمياه فتضاعفت المساحات الزراعية، كما مد هذا المشروع مصر بالطاقة والكهرباء اللتين جعلتا من مصر بلدا صناعيا. ولكن ناصر كان بحاجة إلى 400 مليون دولار لتحقيق حلمه، وكان هذا يعتبر مبلغا كبيرا في الخمسينيات، فاتجهت الأنظار نحو الغرب. في البداية لم يكن ناصر ولا شعبه يواجهان أي مشاكل مع الأمريكيين، على العكس فكر المصريون في طلب العون من الأمريكيين. وافق البنك الدولي بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا على منحه قرضا، وبدت علاقة ناصر بالأمريكيين في تلك الحقبة علاقة وثيقة. كان الفيلم الأمريكي المفضل لدى عبد الناصر فيلما يحمل اسم Wonderful Life لجيمي ستيوارت، وقد بذلت واشنطن جهدها لترسل له نسخة خاصة من الفيلم مع ترجمة إلى اللغة العربية. في عام 56 كان رئيس مصر الساحر واثقا من أن خططه لتطوير مصر سوف تنجح، ولكن ناصر واجه مشكلة أخرى قضت على كل خططه. فيما يستمر القتال المتقطع يسجل سقوط كثير من القتلى والأسرى بين الجنود، في حين يقوم العرب والإسرائيليون بتعبئة شعوبهم وتسيطر مرارة على الجانبين. هرب ناصر إلى جانب الجيوش العربية التي هزمتها إسرائيل في عام 48، ومنذ ذلك الحين خاضت أمة الشرق الأوسط الجديدة حربا حدودية مع جيرانها العرب، وقد اعتبر ناصر وجود إسرائيل إهانة وتحديا. كان ناصر يعتبر في ذاك الوقت خطرا كبيرا وعدوا، واتضح لنا بسرعة أنه يسعى لتوحيد العالم العربي. ألقى ناصر خطابات رائعة وكانت تبث الحماسة في صفوف شعبه والشعب العربي، لقد كان كارثة حقيقية. أدرك الإسرائيليون أنهم محاطون من كل جانب، فخافوا أن يشن عليهم أي هجوم وراحوا يبحثون عما يزودهم بالأسلحة.
كان الأمريكيون والبريطانيون جادين جدا فلم يقبلوا بتزويدنا بالسلاح، فوجدت أن السند الوحيد لنا كان فرنسا. وافقت فرنسا على تزويد إسرائيل بأول مقاتلات نفاثة عرفتها الدولة العبرية، واعتبر عبد الناصر عندئذ أن عدوا قويا بات يقف عند حدود بلاده ويهددها. كان الفرنسيون يمدون الإسرائيليين بالسلاح، وكنا نواجه وضعا قد يقضي على بلادنا. هل نقف مكتوفي اليدين؟ قرر ناصر أن يبحث عما يزوده بالسلاح، ومرة أخرى اتجه نحو الولايات المتحدة التي سبق أن أعطته قرضا لبناء السد العالي. توجه ناصر منذ اليوم الأول للثورة إلى الأمريكيين قائلا: نحن بحاجة إلى السلاح، جيشنا بحاجة إلى السلاح. وتوجه إلى البريطانيين أيضا بالطلب نفسه، ولكن لا الأمريكيون ولا البريطانيون استجابوا له. هذه الحقبة كانت حقبة الخمسينيات، وكانت الحرب الباردة فيها في أوجها، فقد كان الغرب والاتحاد السوفيتي مشتبكين في معركة يسعى كل واحد منهما لبسط سيطرته على العالم من خلالها. وأدرك ناصر عندئذ أنه في حال رفضت واشنطن مده بالسلاح فإن خروتشوف لن يرفض طلبه. مصر تعرض عضلاتها العسكرية بأسلحة وأقمار صناعية حصلت عليها حديثا من روسيا. الأسلحة الأولى من الكتلة السوفيتية في الإسكندرية في 27 من أيلول سبتمبر عام 55. اعتبر خروتشوف هذه الصفقة نصرا له، لا سيما أنه كان يرغب في توسيع أثر الشيوعية في المنطقة. لم يكن يتوقع أن تصبح البلدان شيوعية، وكانت مصر أول انتصار كبير حققه. كان هذا بالنسبة إلى خروتشوف علامة على نوع العلاقة التي يمكن أن تكون له مع الكثير من الدول في العالم النامي، ولكن كان هذا إنجازا دراماتيكيا بالنسبة إلى الغرب. ولكن ناصر لم يخضع لخروتشوف كما فعل الكثير من الأشخاص في الغرب. لا، لم يكن ناصر يوما شيوعيا. نحن مؤمنون، وأنا مؤمن بالله، وكان ناصر يؤمن بالله، وكان يقيم الصلاة، ولكن الشيوعيين لا يؤمنون بالله ولا يصلون. كان ناصر مناهضا للشيوعية، وكان السوفيات يعرفون ذلك جيدا، وعرفوا أيضا أنه كان يودع الشيوعيين في السجن، وهو لم يطلق هؤلاء سرا عندما تحسنت علاقاته بالاتحاد السوفيتي، ولكن الجانبين اتخذا قرارا عمليا. ولكن ناصر كان يبدو بحسب إيدن أداة للشيوعية، وقد قرر رئيس الوزراء البريطاني والأمريكيون أن يعاقبوه لعقده صفقة مع السوفيات، وكان ردهم على ذلك إقامة حملة سرية على ناصر أطلقوا عليها اسم أوميجا. تضمنت أوميجا الترويج لمعلومة أمام الصحفيين والمذيعين تقول إن ناصر ليس شخصا جيدا، هل لا تنشرون هذا من فضلكم؟ وفرضت أوميجا أيضا عقوبات على مصر قضت بفرض حظر على المساعدات العسكرية لها. وكجزء من هذه الحرب غير المعلنة اتخذ أيضا قرار سري بتقليص التمويل لسد أسوان، وكان أنتوني إيدن ووزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دولز خلف هذه الاستراتيجية الجديدة. أعتقد أن دولز كان غاضبا من عبد الناصر لأنه كان يتباهى بحصول بلاده على الاستقلال، وأعتقد حقا أن دولز كان يؤمن بأن تصرف ناصر كان بمثابة تحد شخصي له. في لندن زاد من عدم ثقة إيدن بناصر بعض التقارير الاستخباراتية الغريبة التي وصلت إلى مكتبه، وقد وصلته من شخص يعمل لحساب وكالة الاستخبارات البريطانية ويدعى لاكي بريك. يخبر لاكي بريك إيدن بأن ناصر دمية بيد الاتحاد السوفيتي، وبأن المصريين يرحبون بفكرة إطاحته. وزعت الاستخبارات البريطانية التقارير على المسؤولين البريطانيين والأمريكيين، أرى أنهم كانوا يعتمدون على بعض المراجع ويضخمون الأمور. ما من شخص يمكنه أن يوفر معلومة تقول إن ناصر كان قريبا من السوفييت وأنه كان ضعيفا جدا ليقضى عليه أو يقتل، لأن هذا كان بكل بساطة غير صحيح. هذا غير صحيح. ولكن لاكي بريك أخبر رئيس الوزراء البريطاني بما أراد أن يسمعه هو.
إن الموقف الذي اتبعته الحكومة ليس مناسبا. إن وزير الخارجية البريطاني هو الأول ليدرك إلى أي حد كان رئيس الوزراء حاضرا للوصول. اتصلت به بواسطة الهاتف وقلت له هذا أنا، ودار بيننا حديث قوي. قال لي في نهايته وهو يصرخ: لا أريد أن أكون على حياد مع عبد الناصر، ولكنني أريد تدميره. كان هناك شخصان يتجاذبان أطراف الحديث، إيدن وناتي. قال ناتي إن إيدن قال قاتل. أولى العاملون في الاستخبارات البريطانية اهتماما كبيرا بما قاله رئيس الوزراء. ما لدينا أشبه بموقف توماس باكيت، حيث يقول إيدن: هل سيساعدني أحد في التخلص من ناصر المزعج؟ أنا لا أبالغ حين أقول إنه في كل شهر كان هناك محاولة لاغتياله من قبل الغرب، من الجانب الفرنسي أو البريطاني أو الإسرائيلي، كل شهر تقريبا. فيما كان ناصر يلقي خطابا شعبيا في الإسكندرية، أطلق شاب نحوه 8 رصاصات جرحت 2 من مرافقيه. باءت كل محاولات اغتيال ناصر بالفشل، من وضع غاز الأعصاب في نظام التكييف المركزي، إلى محاولة وضع السم في فنجان القهوة الخاص به، إلى محاولة اغتياله رميا بالرصاص. لو لم يكن لاكي بريك موجودا عام 56 لكان أعداء ناصر أوجدوه لتبرير خططهم المتهورة للتخلص من ناصر. في 19 من شهر تموز يوليو عام 56 استدعي سفير مصر في الولايات المتحدة إلى مقر وزارة الخارجية، وتم إعلامه بأن تمويل بناء سد أسوان قد ألغي. وهكذا قرر الغرب بعد أن منيت محاولات اغتياله لناصر بالفشل أن يقضي على حلم طموحات ناصر بتطوير مصر. وقد شعر ناصر بالإهانة الشديدة لأنه لم يعلم القرار إلا عن طريق الأخبار التي نقلتها محطات الإذاعة. Attitude which the refusal was declared, not by the refusal itself, but the insultive attitude and which meant humiliation. ما عاد أمام عبد الناصر سوى الخضوع لعقاب الغرب بالخنوع أو المحاربة. بعد 3 أيام جمع كبار ضباطه الذين كان يثق بهم كثيراً. أمرني الرئيس عبد الناصر بإحضار ملف قناة السويس. وقال لي: ما رأيك في تأميم قناة السويس؟ فوجئت لأول وهلة، ولكنني شعرت بداخلي بالفخر لاتخاذ مصر ذاك القرار في ذاك الوقت. شعرت بالفخر الحقيقي. رأى عبد الناصر أنه من الممكن الاستمرار في بناء سد أسوان في حال حصلت مصر على الضرائب التي تجبى لقاء مرور المراكب في قناة السويس، أي من دون أن تحكم فرنسا وبريطانيا شركة قناة السويس. ولكن عبد الناصر أدرك أن التأميم مخاطرة كبيرة، وأدرك الرئيس أنه يجب أن يبسط سلطته على القناة بنفسه. في اليوم التالي كان ناصر سيلقي خطابه الأول بعد الإهانة التي تعرض إليها على يد الغرب، وانتظر المصريون جميعهم جوابه. ليس على استعداد لأن يبيع لنا سلاحاً نشتريه. كان الخطاب خيبة أمل حقيقية. كان الخطاب متكلفاً، فرأى المصريون أن عبد الناصر لم يكن يملك الشجاعة ليقف في وجه الولايات المتحدة. أصدر عبد الناصر أوامر لزميل عسكري قديم له هو محمود يونس ببسط السيطرة المصرية على القناة، فاختار يونس 30 رجلا يثق بهم. أدرك يونس أنه في حال تم نشر هذه الأخبار فإن عملية الاستيلاء على القناة لن تنجح.
بعد 3 أيام جاء دور ناصر ليلقي خطابا جديدا أمام شعبه. أيقن رجال يونس أن كلمة السر للبدء بالعملية تختبئ في مكان ما في خطاب الرئيس الذي سيتم نقله عبر الإذاعة المصرية. كانت كلمة السر هذه اسم الرجل الذي قام بتصميم القناة وهو فيردينان ديليسابس. انتظر هؤلاء لا يعرفون بعد ما إذا كان رئيسهم قد قرر خوض تلك المغامرة. كنت أشعر بشيء من الخوف الممزوج بشعور كبير بالمسؤولية. في خضم حرارة تموز يوليو الخانقة اتجه عبد الناصر إلى جسر المنشية في الإسكندرية ليلقي خطابه. مرة أخرى انتظر المصريون رد عبد الناصر على رفض الغرب قطع تمويل بناء سد أسوان. عند الساعة 9 ليلا اعتلى عبد الناصر المنبر وجاء خطابه طويلا، وقد أورد فيه كلمات تصف الذل الذي عاناه المصريون على يد الغرب. يعني غرور وتحكم، احنا رفضنا ان احنا نقبل هذا السيطرة. كانت نبرة صوته تنم عن الغضب. هل يكون الاستقلال أو التحكم الاقتصادي؟ على القناة كان عزت ورجاله متأهبين ينتظرون صفارة الانطلاق، ولكنهم لم يسمعوها بعد مرور ساعتين على بدء عبد الناصر إلقاء خطابه. كل سنة بتاخدها شركة القناة. بعد ذلك حان وقت الحقيقة. إن أنا قاعد واعد قدامي فيردينان ديليسابس. لدى سماع كلمة السر هذه اقتحم يونس وعزت ورجالهما المكاتب الأربعة الرئيسة لشركة قناة السويس. في الإسكندرية لم يترك عبد الناصر أي مجال للمصادفة، وقام بتكرار كلمة السر هذه 14 مرة. عندنا عودة من ديليسابس، عندنا عودة من كرومر، صورة ديليسابس. في المركز الرئيس لشركة القناة أعلم يونس الموظفين الأوروبيين أنه تم تأميم الشركة، وقد كان مهذبا في نقله الخبر ولكنه كان مسلحا في الوقت نفسه، لذا فإن أي محاولات للتصدي لهذا القرار من قبل الموظفين ما كانت لتمر بسلام. فوجئوا كثيرا وكانوا خائفين. حاولنا تهدئتهم وطلبنا منهم الاستمرار في عملهم كما لو أن شيئا لم يحصل. بالعودة إلى الإسكندرية كشف العالم بأسره ما اكتشفه آنفا موظفو شركة قناة السويس. ويقوم بعمل شركة القناة الآن دلوقتي. عم الهرج شوارع مصر. كانت الأخبار مفاجئة، كنا نستمع إلى ما قاله عبد الناصر ولكن لا أحد توقع ذلك. كان المصريون يحتفلون بالخبر على الطرقات، وقد شاركت جميع المصريين في فرحتهم تلك. لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، مال وحقوق وما عليها من التزامات، الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها. لم يشارك موظفو الشركة المؤممة حديثا بالاحتفالات. أذكر أن بعضهم قال لي لا يمكنك أن تدرك وقع هذا الخبر على الغرب، لأن الغرب لا يستطيع أن يترك أيادي غير قادرة تحكم هذا المجرى المائي الدولي. رسالة من الرئيس. جاء في الرسالة أن الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية لا يدعمان مسألة استخدام القوة في الشرق الأوسط. ولكن إيدن سبق أن اتخذ قراره. في صباح اليوم التالي تلقى إيزنهاور برقية من إيدن يعلمه فيها بصراحة أن الحكومة البريطانية قررت التخلص من ناصر. كان هذا الخيار الوحيد، وقد كان قرارا حازما، ولم يكن البريطانيون على استعداد لتغييره. هكذا كانت الأمور. كشفت ردود الفعل البريطانية والفرنسية على أزمة السويس
مبدأين سمعنا بهما كثيرا في الآونة الأخيرة. تكلم المبدأ الأول عن تغيير الحكم في مصر وخلع عبد الناصر، والثاني طالب بالدفاع الذاتي. برر إيدن هذا الأمر بأن ناصر ليس سوى دمية بيد السوفييت، وبأنه يشكل تهديدا مباشرا للمصالح البريطانية. هذا ما أخبرته به استخبارات لاكي بريك، ولكن الاستخبارات لم تكن محقة، ففي موسكو لم يكن خروتشوف يعرف أي شيء عن خطط ناصر. عندما أعلن ناصر تأميم القناة كان هذا الخبر مفاجأة للاتحاد السوفيتي أيضا، فهو لم يطلب إذنهم. مع أن ناصر اتخذ قراره بالتأميم قبل أيام، ولكنه لم يخبر السوفيت به. لم يخبرهم به لسبب واضح، وهو أنه كان يعرف مسبقا رد فعلهم، فموسكو ما كانت لتسمح له بفعل ذلك. اعتبر الغرب موسكو المحرك الأساسي في هذه القصة، وأنها تحرض عبد الناصر على الغرب، ولكن موسكو كانت تقوم بعكس ذلك. في غضون ذلك كان الجو في القناة المؤممة حديثا متوترا، فقد كان عبد الناصر يعرف أن إيدن لم يكن يتوقع أن يتمكن المصريون من إدارة شركة القناة، وكان من الضروري لتشغيلها وجود 300 ربان أوروبي كانوا يوجهون كل سفينة من جهة إلى أخرى. من دون هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن تشهد القناة أي حركة، بل سيتوقف فيها كل شيء. لاحظنا أن بعض هؤلاء الأشخاص لم يعودوا إلى عملهم بعد انتهاء عطلة الصيف، كما لاحظنا أن بعضهم راحوا يبيعون سياراتهم وأثاث منازلهم. في 14 أيلول سبتمبر وفي تمام الساعة 12 أعلنوا التوقف عن العمل. بعد مرور 7 أسابيع على خبر التأميم، أصدر رئيس الوزراء البريطاني أوامر سرية لكل ربان بترك القناة. كان هذا اختبارا يمكن أن يؤدي فيه فشلنا إلى ضياع قناة السويس منا. اعتمدت آمال مصر على الربان الشاب علي نصر الذي لم يكن يبلغ سوى 26 عاما، وكان على نصر أن يقود بعد تدريب دام 2 أسبوع فقط مركبا عبر القناة. كان المركب الأول ألمانيا، وقد جاء القبطان وسألني: هل أنت ربان جديد؟ فقلت له نعم، وهذه هي المرة الأولى التي يعهد إلي فيها بقيادة سفينة وحدي. كان خطر حصول كارثة كبيرا، وكانت القناة أوسع بقليل من 100 متر، وخشي علي نصر من أن يؤدي خطأ في الحساب إلى فشل سفينته في اجتياز الطريق الصحيح، فيثبت بالتالي أن إيدن محق. جعلني الشعور بالمسؤولية أفقد القليل من الثقة بنفسي. لم أستطع رؤية الطافيات، تلك الطافيات الخضراء والحمراء التي تتولى مهمة إرشاد السفن. لم أستطع رؤية أي منها، ولكنني كنت أطلع بدور الرئاسة وبدأت أعطي الأوامر. راح مركبه يتحرك ببطء مغادرا القناة. تم تنفيذ الأوامر التي أمليتها فورا، وكان المركب يتحرك في الوسط وبشكل مستقيم، لذا بدأت أشعر بالفرح والراحة وأنا أرى الطريقة التي راح يتحرك بها المركب، وبدأت أشعر بارتياح كبير. بدا الجميع مخطوفي الأنفاس وهم يتابعون تقدم نصر من على ضفاف القناة. رأيت شخصا ما في طريقي، شخصا كان يقول: أيها الربان، أيها الربان. نعم، نظرت في المرآة فوجدت المهندس يونس. كان الرئيس يقف على الطريق ويصرخ قائلا: حظا سعيدا، انطلق. بعد مرور 40 ساعة أخرى عبر مركب يقوده ربان مصري القناة بنجاح، ومرة أخرى عمت الاحتفالات الطرقات. لم يتوقع أحد أن يتمكن المصريون من القيام بما اعتبرهم العالم غير قادرين على القيام به. في لندن بقي إيدن مصرا على الحصول على حجة للتدخل، ولم يكن توقيف كل ربان بريطاني إلا بداية مناوراته، وقد قرر أن يسحق المصريين الذين كانوا يفتقرون إلى الخبرة بجعل مجموعة كبيرة من المراكب تشق طريقها بالقوة عبر القناة.
خطط البريطانيون هذه المرة خطة صغيرة لا بأس بها ليبرهنوا للعالم أن المصريين غير قادرين على إدارة القناة، فجمعوا المراكب لعبور القناة فور تقديم قادة السفن استقالتهم. وهكذا بدلاً من دخول 20 مركباً إلى ميناء بورسعيد، تم التخطيط لدخول 30 مركباً لكي يصعب على المصريين قيادتها جميعاً. شعر ربابنة مصر 36 وكل الربابنة الأجانب العاملين في القناة بالتعب، ولكنهم حاولوا العمل ليلاً ونهاراً لإحباط رغبة إيدن والاستمرار في تشغيل القناة. كنا نعمل بشكل متواصل، وكان الرئيس عبد الناصر في ذاك الوقت على اتصال دائم بنا ساعة بساعة عبر اللاسلكي. نجح المصريون في إبقاء القناة مفتوحة على الرغم من محاولات إيدن التخريبية، وهكذا أحبطت مرة ثانية خطط رئيس الوزراء البريطاني. لم يكن العالم بأسره يتوقع أن تنجح مصر في هذا الامتحان الصعب، واقترحت بعض الصحف الغربية أن يقوم المصريون بزرع البطاطا في منطقة قناة السويس بدل تولي مهمة إدارة شؤون القناة. شعر إيدن بالإحباط في حين شعر عبد الناصر بالانتصار. بعد نحو 3 أشهر من إعلان تأميم القناة بقيت القناة مفتوحة وتعمل، وبدا أن خطط إيدن للقضاء على عبد الناصر واستعادة القناة قد باءت بالفشل، ولم يرى العالم من داع لخوض أي حرب. وفي 14 من تشرين الأول أكتوبر وصل زائران من وزارة الدفاع الفرنسية إلى بريطانيا لمقابلة رئيس الوزراء الكئيب في معتزله في تشيكرز. اخترع الفرنسيون السيناريو طلبوا فيه من إسرائيل أن تشن هجوما على مصر، فتعلن كل من بريطانيا وفرنسا اللتان تملكان قوات لهما في المتوسط رفضهما لحرب كهذه، لأنها تعرض مصالحهما في القناة للخطر، فتقوما بالتدخل للفصل بين البلدين. صدف أن كنت في باريس، فاتصل بي وزير الدفاع وقال لي: هل فكرت يوما في اقتحام سيناء؟ وهكذا بدأ كل شيء. بدأ إيدن متفائلا بالخطط الفرنسية، فهو لا يسيطر بذلك على القناة فحسب، بل رأى في ذلك طريقة لإطاحة عبد الناصر. يتم قصف مصر وزرع الرعب بين المصريين، ويربط ذلك بالاجتياح الإسرائيلي، فتنشأ حكومة جديدة ويختفي عبد الناصر. في مكان إيدن يدبر مؤامرة في بريطانيا، كان باقي العالم يحاول التوصل إلى اتفاق سلام في الأمم المتحدة، وقد أرسل إيدن على مضض وزير خارجية بريطانيا سلوين لويد ليقابل الفرنسيين والمصريين في نيويورك، وفوجئ لويد بحسن سير تلك المحادثات. لم يكن يملك الكثير من الأمل بتمكنهم من إحراز تقدم حقيقي في تلك المفاوضات التي جرت برعاية الأمم المتحدة، ولكنه تشجع بعد إصرار وزير الخارجية المصري على الحديث في ذاك الموضوع. ولكن مع إحراز هذا التقدم بدأت الأجواء تتبدل. كان موقف وزير الخارجية الفرنسي بينو غامضاً، فقد بدأ منذ البداية جاهزا لخوض مفاوضات حقيقية، ولكنه بدأ عند منتصف الطريق كما لو أنه لم يعد يرغب في ذلك، فتساءلنا ما الذي يجري ولماذا. خشي إيدن ألا يتم أي اتفاق في نيويورك، فاتصل بلويد وأمره بأن يوقف تلك المحادثات فورا، فشعر وزير الخارجية بالغضب بعد أن كاد يجد حلا لكل تلك الأزمة. ربما فكر لويد أنه من الأفضل الاستمرار في تلك النقاشات، أو أنه مثل ما اعتقد هانس بليكس أنه بإمكانه أن يقرر شيئا مهما بشأن أسلحة الدمار الشامل في غضون 2 شهر إضافيين، لكن إيدن لم يرغب في ذلك. كان لدى إيدن جدول أعمال آخر، حيث أمر كل من لويد ولوغان بالسفر سرا إلى ضاحية من ضواحي باريس تدعى سافر لوضع اللمسات الأخيرة على المؤامرة مع الفرنسيين والإسرائيليين.
شعر لويد بالغضب لدى تلقيه تلك الأوامر، ولكنه أدرك أن وفاءه لبلاده يحتم عليه تنفيذ تلك الأوامر، ولكنه نفذ ذلك رغما عنه. حملت الوثيقة التي تم التوقيع عليها هنا اسم بروتوكول سافر، وقد نصت بالأسود والأبيض على خطة اجتياح مصر وخداع العالم. في النهاية رفعت نسخ من البروتوكول ليتم تبديلها بالتوقيع، فوقع مسؤول رفيع المقام هو باتريك دين الوثيقة باسم البريطانيين، ولكن أيضاً لم يتوقع أن يحصل على موافقة كتابية على رغبته في شن حرب. عدنا في ساعة متأخرة تلك الليلة حاملين معنا الوثائق إلي في نمبرتين، وكان رد فعله لم أتوقع أن يتم التوقيع على أي شيء. عندما ظهرت هذه الوثيقة بعد 40 سنة، أكدت أن رئيس وزراء بريطاني خيب أمل العالم وخطط لشن حرب في الشرق الأوسط. في 29 من شهر تشرين الأول أكتوبر هبطت فرقة من المظليين الإسرائيليين في عمق سيناء كما جاء في اتفاق سافر، وتم إيقاظ عبد الناصر عند الساعة 4 صباحا لإخباره بذلك. بدا مفاجئا وغير مفاجئ في آن واحد. كنا نتوقع أن يتخذ إجراء ضد مصر، ولكننا لم نحصل على أي معلومات من إسرائيل. ولكن التقدم الإسرائيلي باتجاه القناة كان زائفاً، وقد صمم خصيصاً لإقناع العالم بأن القناة مهددة. كان ذلك على بعد حوالي 40 كيلومتراً، ولكن بالنظر إلى الخرائط ترى أن الإنزال كان قريباً من القناة، وكان هذا كافياً لتلبية رغبات البريطانيين والقول إن القناة تتعرض لتهديد. لم ندخل في دوافع واعتبارات فرنسا وإنجلترا، لأن أهدافنا كانت واضحة جدا. ركزت القوات الإسرائيلية بدلا من ذلك على تدمير الجيش المصري في سيناء الذي اعتبروه منذ زمن طويل تهديدا لأمن إسرائيل. فاجأ ذلك الهجوم ضباط عبد الناصر، فتمت محاصرتهم بسرعة وأجبروا على الانسحاب. في اليوم التالي أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا تحذيرا كما تم التخطيط في سافر، على كل من إسرائيل ومصر أن تكف عن القتال وإلا تدخلت القوتان الغربيتان. عرف إيدن أن هذا التحذير هو تحذير لا يمكن أن يقبل به عبد الناصر. في مساء 30 من شهر تشرين الأول أكتوبر انتهت مدة التحذير. بعد مضي وقت قليل سمع عبد الناصر صوت طائرات تخترق الأجواء فوق القاهرة. أدرك عبد الناصر حين ذاك كم كان إيدن معدا للمغامرة. مع سقوط القذائف هرع الشعب المصري المذعور للالتحاق بصفوف الميليشيات الشعبية، ولكن القاهرة حيث كان طلعت بدراوي والكثير من المتطوعين ينتظرون لم تكن هدف الاعتداء المظلي البريطاني، بل كان بورسعيد الواقع عند مدخل القناة، وهو المكان الذي بدأ فيه البريطانيون بغزو مصر. بعد مرور 5 أيام على القصف الجوي هبط 668 مظليا بريطانيا في بورسعيد. أدركت المدينة بسرعة أنها وقعت تحت نير الاحتلال، ولكن شعبها كان مصرا على عدم منح إيدن الفوز السهل الذي كان يتوقعه. نزل البريطانيون إلى بورسعيد، وبالطبع كنا نريد أن نقضي عليهم جميعا. كان الجميع يملك أسلحة وبنادق ورشاشات، وراحوا يصوبون نيرانهم على الطائرات. كان كل مصري حاضرا للتضحية بنفسه وبحياته من أجل إنقاذ وطنه.
فيما راحت المقاومة المصرية تتأهب للحرب، أصر رئيس الوزراء البريطاني أمام العالم على أن تحركاته شرعية وسليمة من الناحية الأخلاقية. كنت طوال حياتي رجل سلام، أعمل من أجل السلام وأناضل من أجل السلام وأفاوض من أجل السلام، وما زلت الشخص نفسه، ولدي الاقتناعات نفسها والإخلاص نفسه للسلام، ولكنني مقتنع تماما أن الخطوة التي اتخذناها صحيحة. فيما كان إيدن يلقي خطابه كانت بورسعيد تحترق. في شارعين هناك، كان هناك شارعان، شارع عباس وشارع عبادي، وكانا عبارة عن أحياء فقيرة فيها بيوت خشبية، فقذفوا بالبودرة على تلك البيوت وأشعلوا فيها النار كلها. كان يمكن رؤية الكثير من البيوت المحروقة من أول الشارع وحتى آخره، لقد احترقت كل تلك البيوت. رأيت جثثا ممددة على الشارع لم يتمكن أحد من دفنها، وأحضروا عربات صغيرة عادة ما تستخدم لنقل الخضر، ووضعوا 6 أو 7 جثث على ظهر كل واحدة منها لنقلهم إلى المقبرة ودفنهم هناك. رأيت جثتين كانتا قد سويتا بالأرض تماما، كانت الدبابات قد سحقتهما. لم يمضي على الحرب أكثر من أسبوع، ولكن مئات المدنيين المصريين لقوا حتفهم في حملة القصف، ومات عدد أكبر في الصراع على الطرقات التي تلا ذلك. عند ذلك أمل إيدن أن يثور الشعب المصري المذعور ويطيح عبد الناصر. لم يكونوا يعرفون مصر جيدا، كانوا مخطئين تماما، فقد كان المصريون جميعهم قلبا واحدا يقفون مع ناصر. عندما شعروا بتهديد أجنبي توحد الجميع، وهذا ما حصل بالضبط. قد يكون هزم القوات المسلحة المصرية مستحيلا، ولكن عبد الناصر وحكومته بقيا في القاهرة، ووضعت خطط للبدء بحرب عصابات لسحق الجيش. حارب الجيش الشعبي في الشوارع والأقنية وساحات القتال وفي الميناء وجوانب المدينة أيضا. كنا نخبئ الأسلحة في كل قرية في مصر، إلى درجة أننا كنا مصرين على القتال في حال وصلت الجيوش البريطانية لغزو مصر. ولمنع البريطانيين من الاستيلاء على القناة، أصدر عبد الناصر أوامر بإغلاق سفن في القناة وسدها. نجح غزو إيدن في سد القناة التي كان يحاول الحفاظ عليها، ولم يكن هذا خطأ في التقدير من قبل رئيس الوزراء البريطاني فحسب. رفعت أزمة السويس فجأة من حرارة الحرب الباردة. المباني المحترقة والنضال المر في الشارع يشيران إلى استياء مكبوت. على بعد 2000 كيلومتر، وبالتحديد في بودابست، كانت ثورة شعبية تهدد إمبراطورية الاتحاد السوفيتي في أوروبا. تم تمزيق النجمة الحمراء، كما تم القضاء على رموز الشيوعية أينما وجدت. رأى خروتشوف أن حليفه عبد الناصر يتعرض لهجوم في القاهرة، وأدرك أن هيبة الاتحاد السوفيتي بدأت تنهار في قارتين. شعر أن الغرب كان يستفيد من انهياره، وأن البريطانيين والفرنسيين يشاهدون مشاكله في أوروبا الشرقية ويرون في ذلك فرصة للتعامل مع أحد حلفائه لأنه مشغول. وكان رد فعله رد فعل زعيم سياسي خائف ومفاجئ وغاضب في الوقت نفسه. خروتشوف يستخدم مدينة بودابست ليرسل رسالة دموية إلى الغرب، كما كشفت البحوث الأخيرة. صدرت مذكرة عن اللجنة التنفيذية في الحزب الشيوعي أوضحت كل ما كان يجري. كان يريد أن يرسل لهم إشارة يقول لهم فيها إن الاتحاد السوفيتي ما زال قويا كما كان في الماضي. بعد ذلك قام خروتشوف بزيادة الرهان، فقد كانت تعزه القوات التقليدية في الشرق الأوسط لتساعد مصر في نضالها ضد البريطانيين والفرنسيين، لذا ما كان أمامه إلا أن هدد الغرب بخيار يوم الدينونة. قال للعالم لا تفاجأوا،
إن كانت نتائج أفعالكم سقوط الأسلحة النووية على لندن وباريس. في لندن شعر إيدن بتوتر الأوضاع وقد فشل في إقناع الشعب المصري، وبات عبد الناصر أكثر شعبية من أي وقت مضى، وهنا جاءت الضربة القاضية. بدأت احتياطيات بريطانيا من القطع تنضب منذ البدء بتلك الحرب، وراح التجار عبر العالم بأسره بإغراق السوق بالجنيه الاسترليني. في تلك الأيام كانت بريطانيا مصدر الاسترليني في العالم، لذا شهدت بريطانيا تدهور قيمة الجنيه الاسترليني. حين طلب إيدن من الأمريكيين المساعدة المالية، حرص الرئيس آيزنهاور على ألا يكون هناك أي مجال لسوء التفاهم هذه المرة. كان آيزنهاور حازما، فقال لإيدن إنه حالما يوافق على الخروج من مصر ويبدأ فعلا بذلك سيقدمون له العون وليس قبل ذلك. في السادس من شهر تشرين الثاني نوفمبر، أي بعد 9 أيام من الحرب، لم يعد أمام إيدن من خيار آخر. بعد تقدم الجيوش البريطانية بضعة أميال في القناة، أمر رئيس الوزراء البريطاني جيوشه على مضض بوقف إطلاق النار. إذا قررت الأمم المتحدة أن تطلع بمهمة ضبط الأمن فنحن نرحب بذلك، في الواقع نحن نقترح عليهم هذا. وصول فرق الأمم المتحدة إلى بورسعيد أدى إلى تأجيج أعمال شغب في صفوف المصريين الغاضبين. طبعا كانت فرحة كبيرة عندما رحل آخر جندي بريطاني من هنا. قلنا لهم اذهبوا إلى الجحيم. تم وضع خطط لتحل فرق الأمم المتحدة مكان البريطانيين والفرنسيين في مصر، واعتبرت الهدنة بمثابة الإهانة بالنسبة إلى إيدن وضباطه. بالنسبة إلى رئيس الوزراء، شكل الفشل ضغطا كبيرا عليه، وواجهت بريطانيا أزمة نفط في فصل الشتاء بسبب إقفال القناة، فغادر بلاده باتجاه جامايكا وصحته ومنصبه يتدهوران. سيد أنتوني، هل سألناك قبل مغادرتك البلاد عما تشعر به؟ الأهم هو أنني أشعر بأسف كبير على اضطراري إلى مغادرة البلاد في هذا الوقت. بعد 5 أسابيع عاد إيدن إلى بريطانيا، ولكن ليس لفترة طويلة. لم يعد إيدن قط إلى الصفوف الرئاسية الأمامية، ولم تنجو سمعته من كونه الشخص الذي قاد بريطانيا إلى إقامة حرب في الشرق الأوسط بالاعتماد على ادعاءات كاذبة. كذلك تضررت سمعة بريطانيا. كانت هذه كارثة كلية. لازمنا الأمر 20 سنة لاستعادة موقفنا الملائم كشخص لم يكن الآمر والناهية فقط في تلك المنطقة، ولكن صديقا لتلك الدول التي ظهرت بعد قرون حين قمنا نحن والفرنسيون بالحكم. بزغ فجر جديد في 23 من شهر كانون الأول ديسمبر عام 56 على بورسعيد. إنه اليوم الأول بعد تحرير بورسعيد، المدينة كلها تحتفل بالنصر. علي الاعتراف أن عبد الناصر كان في ذلك الوقت أشبه بأمبراطور. الرئيس عبد الناصر بطل تاريخي. بعيد انتهاء أزمة السويس، تم تكريم عبد الناصر في العالم العربي كله، فقد اعتبر زعيما يمكن أن يقف في وجه الغرب ويربح. وهكذا بدأ العرب في ذلك الوقت يدركون أن عبد الناصر هو البطل الذي أرسله الله لينقذ العرب من سنوات عديدة من التبعية المذلة. عام 1967 قال: في المرة الأخيرة كنا نحارب إسرائيل وبريطانيا وفرنسا وانتصرنا عليهم، هذه المرة نحارب إسرائيل وحدها. كان هذا خطأ قاتلا في الحكم. في سيناء وبعد انسحاب مصر الكارثي، أمل العالم بأسره أن يوصل هذا النصر الكبير والهزيمة المرة إلى حكمة تؤمن سلاما دائما لهذا الجزء من العالم. عندما دخلت الجيوش البريطانية والأمريكية الأراضي العراقية، اعتقدوا أنهم سيقبلونهم بأسلحتهم المفتوحة. كانت هذه فكرة حمقاء. أعني من أين أتوا بهذه الفكرة؟ لا أعرف. ربما راجعوا كتب التاريخ. كان يجب أن ينظروا في أزمة السويس التي لم يمضي عليها 50 عاما.
ولو فعلوا لعرفوا أن ما يفكرون فيه لن يحصل أبدا. فالشعوب سوف تدافع دائما عن أراضيها. أنا إنسان ولدي كرامتي. لا